قول لي شسألش. قولي. هذا الزوج مبارك له مع اخوتنا. ما بعيش. شبر. ايه حرمة، لا تجلسي تغلطي في زوجي، اغلط انا عليه ما مشكلة، لكن ما اسمح لاي حد يغلط على زوجي. اه شبر ذي، انا ما من زواجي شنتيتي صلاة محمد عايش حبوبة وحلوة وزينة وكل شيء، وفي الشحم صلاة محمد عليش صرت تاخذي هذا شبر؟ هذا اللي الله تعالى رزقني اياه وراضيه. وكم سنة ما اخذتنا انت هذا الرجال؟ يعني 8 سنوات قول انت. 8 سنوات؟ ايوه. ومسوي عيال منه؟ الله ما كتب بعده الحمد لله. لا يمكن ما منش انت، منه هو. كيف؟ انت تنسلي وفيش نسل غير هو في خلة، هو في خلة والله كل شيء جايز يا ام سعيد. ايوه.